اني شو حلمت كان مكتبي في المنزل وكان مليئا بالغبار، قمت بتنظيفه وكان الماء كثيرا ونقيا، ثم رن الهاتف ولونه وردي من النوع القديم. ناداني مديري وقال اختك في الهاتف، يعني على الهاتف. بس طيب خبر ياتيك عن تنتظرون اذا كانت اختك مريضه تشفى، واذا كان اختك انسه ربما تفرحون بطلب يدها من احد شو اسمه المتقدمين، والله اعلم، لانه هنا الخبر يخص اختك ولا يخصك، واللون الوردي يدل على انه خبر تتمناه وانك كنت